في زوم سانتي بالنسبة لليوم مش يكون حديثنا على الأمراض النادرة بصفة عامة، وخاصة اليوم مش يكون حديثنا حول الجمعية التونسية لذمور العضلات الشوكي اللي رسميا يتم تأسيسها وإصدار الأمر هذا في الرائد الرسمي الصادر لشهر جانفي. أكثر التفاصيل باش ناخذوها مع رئيس الجمعية إيناس بقاني أحمد. أهلا وسهلا بك مدام إيناس. عسلامة، السلام عليكم. نشكرك على تدخلك معنا. عايشك بارك الله فيك. في البداية نحب نبعث تحية أمل وحب لجميع مستمعي إذاعة الحياة تام، وإن شاء الله تكون هذه المداخلة بداية أمل في الحياة لكل مصابي ذمور العضلات الشوكي في تونس. ورسميا ولات عنا جمعية تونسية لذمور العضلات الشوكي، هذا كان صادر أخيرا. أي الجمعية التونسية ذمور العضلات الشوكي اللي لي شرف رئاستها تأسست في مارس 2021 من قبل مجموعة أولياء للأطفال المصابين بهذا المرض، يحبوا يوحدوا جهودهم لتحدي ذمور الشوكي والسعي لمنح حياة أفضل للناس المصابين به في تونس. كان تسمح لي مدام خلنا السادة المستمعين خلي فهموها شنية الميوتروبي سبينال هذية ذمور العضلات الشوكي، انه الوليد تولد عادي ولكن لأسباب وهو مرض نادر جدا اليوم في تونس وفي العالم يبدأ يفقد تدريجيا فك العضلات متاعه، ويبدأ مثلا ما عادش يمشي برشا، ومن بعد ما عادش يمشي كريم، ومن بعد ما عادش نجم يتحرك لين يخسر جميع العضل معناتها جميع الحركة متاعه. هذا بصفة عامة مدام إيناس. ذمور العضلات الشوكي هو مرض عصبي عضلي وراثي يؤثر على جزء من الجهاز العصبي ليتحكم في الحركة الإرادية للعضلات، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في كتلة العضلات وقوتها والأداء متاعها، بالتالي ضعف عضلات الهيكل العظمي والجهاز التنفسي خاصة هو أخطر مضاعفات لهذا المرض اللي تنجم تؤدي للوفاة. الإصابة تتفاقم، معناها تكبر كل ما الصغير يكبر كل ما تزيد الحده نتاع المرض. معناتها بطول العمر ولكنها ما تاثرش على الادراك والذكاء. اطفال الذمور الشوكي يتمتعون بعقل سليم يؤهلهم للتحصيل الدراسي العادي اذا كانت توفرت لهم الظروف والعنايه اللازمه. بالعكس ما يمكن يكونوا اذكى من العادي هذا، وعنا بعض الوضعيات العالميه، عنا زاد العالم المشهور اليوم مريض بنفس المرض هذا وهو ذمور العضلات الشوكي. نعم. يستحقوا العناية خاصة هكا ولا؟ يستحقوا عناية مكثفة، عناية خاصة مكثفة اللي لازمها تتبعهم العناية هذه منذ الولادة. ما تنجمش تخلي مريض نتاع ذمور العضلات الشوكي وحده. متابعة عناية طبية وعناية نفسية وإدماج وتأهيل وظيفي فهمتك. به من الدوسيات اللي باش تخدموا عليها ونقاش تخدموا عليها كجمعية، هذا اللي فهمته زاد مدام إيناس، انكم نزمنا اليوم في تونس ما عندناش سجل وطني يقولنا قداش من واحد مريض بهالامراض النادره بصفه عامه. ايوه، والا بهالمرض ذمور العضلات الشوكي. هو الامراض النادره بصفه عامه ما عندناش ليهم احصائيات واضحه. السجل الوطني مش موجود، سجل الوطني للامراض النادره واللي هو باش يكون في جزء منه بطبيعه للمرض ذمور العضلات الشوكي. احنا نسعاو في اطار الجمعيه باش نعرفوا اولا بالمرض، نحسوا الناس بخطورته، نحاولوا نقدموا الرعايه الصحيه والنفسيه للمرضى والعائلات نتاعهم، ونساهموا في تسهيل ادماجهم في المحيط المدرسي والمهني والاجتماعي، ونحبوا نكونوا صوت المصابين الصامتين، نحكيوا على صعوباتهم والامهم، ونطالبوا بتوفير علاجهم، لان هناك علاج لمرض ذمور العضلات الشوكي تسعى الجمعيه لتوفيره في تونس كيف ما توفر في بلدان امريكا واوروبا. به انا جاي نتوا على الدواء وباش يفهموا اهميه خاصه الدواء. به حسب الارقام اللي متوفره عندكم انتم كجمعيه، نعرف اللي مازالت جديده ومنذ مارس بديتوا تاسسوا فيها، ورسميا تاسست بتاريخ 25 جانفي قانونيا ورسميا. حسب الارقام اللي متوفره عندك مدام إيناس، قداش عندنا اليوم من مريض بذمور العضلات الشوكي؟ ما فماش ارقام واضحه. كل المركز نتاع تحاليل جينيه، عندنا ثلاثه مراكز في تونس في سوسه وفي صفاقس، ما يعطيناش احصائيات واضحه. ممكن نجمو نزيدو نثبتو اذا كان معناها احصائيات واضحه. ما عندناش احصائيات صحيحه ودقيقه، لكن هناك معناها دي تيست دي لي بيلون بوزيتيف حسب ما قالوا لنا في سوسه انهم 20 واحد في العام موجودين في سوسه. هذه حسب مركز التحاليل الجيني،
حسب مركز التحاليل الجينية دكتور علي سعد في فرحة حتشبسوت. معناتها سنويا نحكيو على 20 حالة جديدة لمرضى ضمور العضلة الشوكي في ولاية سوسة. لا في المركز نتاع التحاليل نتاع سوسة. اي في مركز تحاليل. خاطر هما مش كان ولاية سوسة يحللوا غير. فهمتك، في مركز في مركز التحاليل بسوسة. اللي حبيت زاد انا نعرفه اليوم، عندنا أطباء اختصاص أو مراكز مختصة في نوع المرض هذا مدام ميناسة؟ لا هو الطبيب اللي يشرف على المرض الهذايا هو يلزم يكون طبيب اعصاب اطفال ولا طبيب اعصاب. على خاطر حسب الفتره نتاع ظهور المرض هو فيه اربع انواع. معناها ينجم يكون من النوع الاول اللي تظهر الاعراض من 6 شهور الاولى من عمر الرضيع. النوع الثاني اللي تظهر ما بين 7 و18 شهر من عمر الصغير. ثم النوع الثالث اللي يظهر بعد 18 شهر، معناها بعد عام ونص حتى لمرحلة الطفولة، معناها الصغير ينجم يقف ويمشي، في الأول والثاني ما يقفش، ما يمشيش، والنوع الأول معناها قليل وين يوصل عمرهم العامين، خاطر معناها الانسفيزونس ريسبيراتوار هي مالوريزمون هما يموتوا بها. فهمتك. مشاكل التنفس. وفما اللي النوع الرابع اللي هو يظهر حتى في مرحلة البلوغ ومرحلة متقدمة في العمر لاجيلت من 18 عام الفوق. فهمتك. مدام ميناسة، اللي حبيت زاد نفهمه، الدواء موجود في العالم، موجود في الأوروب، ولكن في تونس ماهوش موجود، وحتى كان توجد غالي برشا. الدواء غالي برشا. الدواء فما 3 أنواع متاع دوايات. فما ثيرابي جينيك اللي هي تتعطى للصغير أول في النوع الأول، أول ما تظهر عليه العلامات متاع المرض، لازم يكون عمره قبل عامين، هذه تغير الجينات، خاطر هو مرض جيني، تغير الجينات تصلحها، معناها يتوقف المرض كومبليتمون. ما عادش ينجم يتطور المرض معناها. يعيش الصغير ويتنقذ من الموت. به، هذه كيبدا صغير قبل عامين يبدا عمره. يلزم قبل عامين اللي هو النوع الاول اللي تظهر عليهم قبل عامين. باهي. الدواء الثاني اللي هو السبينرازا، هذايا يتعطى في شكل حقن ديريكت في النخاع الشوكي. يحسن الوظائف نتاع الجسم ويوقف المرض. باهي. شوي بشويه يوقف المرض. لكنهم هذا النوع الاول تتعطى حقنه برك مره في العمر. اوكي. هذه مكلفه فوق ال مليار، اكثر من مليار، اكثر من مليار. الحقنه هذيا اللي تتعطى اللي عمرهم اكثر من عامين، وتتعطى مره في العمر ولا كل مره عام؟ برك مره برك، هذه حقنه واحده هي اللي باش تصلح الجينات نتاع الدم نتاع جسم البيبي وينقذوه ويعيش ويولي عادي. فهمتك. اكثر من مليار. اكثر واضح. والدواء الثالث، والدواء الثالث هو سيرو. سيرو يتعطى افي، يعيش به معناتها. يعيش به. وقداش التكلفه نتاعو؟ الدبوسه نتاع السيرو فوق 60 مليون، بين 60 و 70 مليون. هي 21 و 22 مليون يورو. باللورو هذايا، ودويت هذايا معناتها بالكنام كوفير والا لا؟ معناتها تنجم تاخذوه مع الكنام والا لا؟ هو اصلا مرض ضمور العضلات الشوكي مش مستعرفه به الكنام كمرض مزمن. هذه هي العركه نتاعنا احنا والدباء نتاعنا، انه يلزم يدخل المرض هذايا كمرض مزمن. هذه هذه من الدوسيات اللي تشتغلوا عليها. ما عندوش التكفل الكامل بجميع بالمرض نتاعو اصل الاصلي. كيفاش هي باش تستعرف بالدوايات؟ دونك اليوم الدوسي اللي تشتغلوا عليه الاولاني سجل وطني، وانه الكنام تستعرف به كمرض مزمن. اي هذا ثانيا، والثالث اللي يلزم مركز عيادات متعدده الاختصاصات باش المرضى ومرضى الضمور الشوكي، وتنجم تلم كل الامراض نتاع الامراض العضلات والاعصاب لي مالادي نيغون ميسكولير الكل، خاطر الرعايه الصحيه نتاعهم متشابهه برشا. فهمتك.
هذه عزيز. من اهم هذه من اهداف البروجي اللي بيخدم عليه الجمعيه التونسيه لضمور العضلات الشوكي. مدام ايناس بقناء احمد رئيس الجمعيه، قبل ما نختم معاك، الكلمه اللي تحب توصلها اليوم للساده المستمعين على راديو الحياه تفا. اخر ما نحب نقول اللي مرض ضمور العضلات الشوكي هو رحله، رحله تبدا مع 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 ولاده، مع ولاده الطفل في العائله وفي المجتمع، ورحله هذه هي تحدي بالنسبه للجمعيه. هو التحدي نتاعنا توفير العلاج اللي يوقف واللي يحد من تطور المرض، والتحدي ان شاء الله يدعمونا فيه كل الاطباء والباحثين والمعاهد الصحيه في تونس باش يلقاو السبيل باش يوفروا للمرضى اللي قاعدين يعانيوا ويستناو في مصير مؤلم. الامل اللي خلقناه بالجمعيه نحبوه يقعد يشعل وينور حياه وليداتنا وابطالنا، ابطال الاسماء في تونس، ونقولوا لهم ونقولوا لكل ام، وانا ام كيفهم، ان شاء الله نراو شمعه وليداتنا تنور، وان شاء الله نوصلوا نعالجوا كل مصاب بالاسماء في تونس ونمسحوا دمعه كل الامهات ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. مدام ايناس بقاني احمد، سعيد جدا بحواري معاك اليوم، رئيس الجمعيه التونسيه لضمور العضلات الشوكي. كان هذا تحقيقنا اليوم في زوم سنتي. Zoom Santé.